سميتو تخفيض المخاطر اعلان مبادئ ريدكسيون دي ريسك لو مانيفيست اللي تيجمع 26 مفكر طبيب اخصائي عالم نفس عالم اجتماع كتاب ادباء محللون سياسيون من جميع انحاء العالم ماشي غير من المغرب هنا كاينين اكثر من 6 ديال لي ناسيوناليتي اللي اشتغلوا معنا في هذا الكتاب للادلاء بارائهم حول يعني هذا متطلبات المجتمع الحالي الذي نعيش فيه اللي هو مجتمع متعرض لعدة مخاطر. الخطر الأول اللي كان واجهه اليوم واللي هو يعني غير وجه العالم هو الكوفيد 19، هذا الوباء العالمي اللي ستون بانديمي بلانيتير اللي يعني خلتنا نفكروا في وسائل الوقاية أولا، كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا المشكل اللي هو مشكل صحي ولكن اللي تولدت منه مشاكل أخرى ماشي غير مشاكل صحية، هذا أدى إلى يعني ضرر على المستوى الاجتماعي على المستوى الأخلاقي على المستوى الإنساني على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. هذا لا ريدكسيون دي ريسك لو مانيفيست هو كتاب تيجمع واحد 28 ديال الناس من العالم كامل، كاينين كاين تونسي كاين لبناني مغاربه كثير حقاش هو سيت اون انيسياسيون اللي هي مغربيه، كاين فرنسيين كاين بلجيكيين كاين ناس من استراليا من امريكان كاين دي جون دو بارتو اللي تيتكلموا على الصحه ديال غدا. الصحه لا ريدكسيون دي ريسك هو حد الضرر، حد الضرر ماشي جديد باسكو كاين حد الضرر ككونسيبت دو بريفونسيون كاين في لي زاديكسيون في الادمان كاين في المالادي سيكسوالمون ترانسميسيبل بحال الامراض بحال السيدا ايتترا، وكل يوم تنشوفوا بين حد الضرر هو لو شيفال دو باتاي في وقت كوفيد حقاش الماسك هو اللي مهم، المخاطر عند لا ديستانسياسيون باش واحد يبقى هو لو جيل دو الكوليك لا فاكسيناسيون هادشي كله تيحد الضرر ولا كونتاميناسيون. دونك هاد حد الضرر يقدر يكون ايكونوميك في الايكونومي يقدر يكون في المجتمع يقدر يكون في ليدوكاسيون وفي التربيه يقدر يكون في بزاف ديال الحاجات. ودونك كاين الناس اللي هما ماشي اطباء، كاين اطباء كاين دي سوسيولوج كاين دي زيكريفان كاين دي بوليتولوج دي فيلوزوف اللي كلهم تجمعوا باش يكتبوا واحد الكتاب باش نخمو جميع ونلقاو واحد الحلول للصحه ديال غدا. هاد الفكره مغربيه وهي فكره مغربيه تتلتجئ لافريقيا وتتجمع معها اوروبيين وامريكيين وناس من العالم كامل باش نخمو كاملين في صحه غدا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.